بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تمنوا الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله إخواني الكرام. غنعرض عليكم واحد الفيديو ديال واحد الأرض كاينة في أي تواحي، فيها جوج كتارات وجوج ديال الخدامة و2000 متر مجهزة بالكوتا كوت، فيها بير بالصندة دخلها من الطريق قدرون تقريبا بواحد 1000 متر، يعني الطريق بحال بحال القدرون تقريبا. الوضعية القانونية ديالها هي محفظة تيتر فونسي، النوع ديال التربة فيها الرمل وفيها الحمري، يعني الأرض مجهزة كما كتشوفوا الفيديو إخواني الكرام. الثمن اللي طالب صاحب الارض، حيت انا ما كندخلش في الثمن باش نكونوا واضحين، لان كاين الناس كيكتبوا كيقولوا باننا كندير الثمن، انا لا علاقه عندي بالثمن، اللي دار الثمن ديالو منطقي ديال السوق اهلا وسهلا، اللي بغى يدير شي ثمن خيالي من عقله كيبقى شغله هذاك، هو يتحمل المسؤوليه ديالو. انا اللي كنركز عليه هو الماء والطريق والتيتر، وربي يجيب الخير. غادي نشوفوا الفيديو اخواني الكرام، والله يسهل الامور للجميع. أرض المحروطة، طريق ناسيونال راه هي كتبان لك، راه هي الطريق، هي الطريق حتى التيران، جوج قطارات كيما قلت لك، جوج خدامة، اللهم يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد الارض هادي كتواجد في النواحي ديال مدينه تيفلت، كتبعد على مدينه تيفلت حوالي 10 كيلومتر، قريبه للطريق ديال اللي كتدير الرماني المعازيز الجمعه الحدران، وقريبه لتيفلت كما قلت لكم شي 10 كيلومتر، قريبه للفيلاج شي 3 كيلومتر. مجهزه ناضية تيتر فونسي كما كتشوفوا، الأرض هي كي دايره خلطة، اللهم بارك. هانتوما كتشوفوا الأرض صالحة لجميع الزراعات. كتواجد هنايا كما سبق لي قلت لكم نواحي مدينة تيفلت، محفظة، المساحة ديالها ديال هكتارين و 2000 متر تقريبا، 17 أر، أيا ما كتشوفو. اللهم بارك. اللي بغا مرحبا. الماء موجود.